صور مقلقة لتداعيات الانفجارات القاتلة في منطقة مرفأ بيروت. ليرتنا ما بقى لا قيمة ولا بتعمل شيء. دمرت بيروت. أكثر منطقة ما فيها قانون فقيرة مكان في منطقة بيروت. نحن تقريباً 30,000 شخص محصورين بكيلو متر مربع الواحد، كأنه نحن مش موجودين. هلأ أنا ولادي بنشتغل طول النهار، الساعة 7 في الساعة 9 بالليل. هم بهذا المجتمع بالأخص يعني ما لازم تقولي مراهقة. إذا حدا مرض من ولادي هلأ ممكن يموت قدام عيوني وما أقدر فوته مستشفى. طبيعة الحياة بطبيعتها قاسية وصعبة، بس نحن لازم نكون أقوى. مثل بيقول كم من الراحة جاء بعد اليأس، وكم من الفرح جاء بعد الحزن.